مرحبا شيرين، هاي تيما، كيفك؟ اشتقت لك. أنا كمان حزنانة إني طب أنا لازم مش نحكي عن الميوزك. أنا جاهزة، بس أنا حزنانة إنه إحنا مش مع بعض بهاي اللحظة بنفس المحل. اشتغلنا ريموتلي كتير، فرح يزبط إنه نعمل هاي كمان ريموتلي. يلا نحكي عن موسيقى مدرسة الروابي. تابع فيلم جومانجي تبيه هيبه حاسي حالي بتحرك يا عزيز تغام ضرير يا حبيبي فما صارت لقطة فتيات الروابي نحو حمام محلقات. الموسيقى كان القاعدة الأساسية لكتابة المسلسل مدرسة الروابي للبنات. بالنسبة إلنا زي ما هو المسلسل إحنا عم نحكي عن قصص بنات من وجهة نظر نساء وأقلام نسائية، كان كتير مهم لإلنا برضو الموسيقى تلعب دور كتير كبير بإنها تحكي هاي القصة. لما قررنا برضو إنه الأصوات اللي بدنا نسمعها بالمسلسل برضو تكون أصوات نسائية، فلما بلشنا بدنا يعني نفكر بكل العالم تاع الشو، الموسيقى كانت كتير مهمة إلنا. فأنا يعني طبعاً بدي الموسيقى تكون قوية كتير، فكنت بحكي لتيما أنه بزبط نعمل alternative music. تيما، هذا المسلسل مسلسلنا، فمنقدر نعمل اللي إحنا بدنا إياه. بعد ما قلتي لي أنه نعمل اللي بده إياه، وأنا ضحكتي لهون صارت أنه تحمست. ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد علي، That's the moment. كنت مرات هيك procrastinating وبعد بسمع music للشو. في أغاني معينة إلهم روح روابي، هاي من الأغاني اللي كنا متأكدين وين بدنا إياها من قبل ما يعني نصور، من قبل أي إشي. أنا كنت دائما أتخيل أول ما يدخل البيت رح يدخل على الكريدت يقطع هيك، وكل حدا عم بتطلع يقول أوف Oh my God، لازم أشوف إيش بيصير معها هلأ. فهاي الأغنية لما سمعتها فيها إشي إنه إيش مريم عم بتحس بنهاية الحلقة الأولى. كل العوامل اللي فيها الأغنية من ناحية اللحن، من ناحية حتى البيتس فيها، من ناحية الكلام كانت perfect صراحة. هو هيك خاص إنه بلش الجد هون لما بلش هاي الأغنية. لابس تقليد جيبنشي يتابع فيلم جومانجي تبيها اسباني دينادا سنيور كوميستا استاذ الوي ان كنت هاد من يكون غير هني ليش متضايقوه شفي تكان حجي نادوني كوين. هو مشهد خفيف يعني in comparison لباقي المسلسل، فكنا حابين يعني من وإحنا عم نكتبه إنه رح يكون slow motion وهيك، وعم نشوفهم لابسين overalls البرتقاني، فبدنا إشي هيك يعني. كنت عم بسمع هيك إشي hip hop rap، بس بدي female vocals كمان، فعم بدور على female rappers. لقيت Queen G، بعرفش كيف يعني searching، بعرفش كيف لقيت كتير أغاني، بس لقيتها. ولما لقيتها في تنتين كان بيناتهم، فبعتهم لتيما إنه تيما لقيت إشي كتير كتير interesting إنه اسمعي هاي، شو رأيك لهاي السين؟ Exactly الإشي اللي كنا عم ندور عليه لهاي الأغنية، إنه الأغنية fun، ممتعة، sarcastic شوي و badass وهيب هوب، فكتير لابقى لستايل. فأنا فورا بصراحة أنا نقيت يتميلح directly. صباح بكير منحط بودرة ومناكير مندور عن معنى قوانين بدعات كثير منقول الله كبير منشكي ما حدا بسمعنا. هاي الأغنية هاي الأغنية لنوف يعني كتير مهمة بهاي المومنت، عشان عم نشوف نوف لحالها لأول مرة، وعم نشوف هي يعني هي من برا بتبين إشي ومن جوا إشي تاني، فهلأ عم نشوفها بطريقة vulnerable لأول مرة. وكلمات الأغنية هاي أظن كلنا منحس بهاي الطريقة يعني، فهيك كل مرة بسمعها بحس هيك جد هيك تضرب محل حقيقي. كل البنات بقدروا يرتبطوا مع هاي الأغنية
بقصتهم اللي بخيالهم، ما إلها دخل يمكن بقصة نوف. أنا كتيمة كتير ارتبطت بهاي الأغنية، في مقطع كتير بحبه أنا إنه بهاي الأغنية، إنه يا بنت حكيك خطير، خلي سرك بيبير، بلاش حدا يسمعنا. ممكن تعني كتير أشياء يعني بكل حياة بنت، أنا متأكدة هاي الجملة بتعني لها إشي. بروح بدو أعتيمة إيش بتكون عم تسمع طول اليوم؟ مناكير لوب 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 مناكير، ف which is great يعني، فكنا يعني إنه متفقين على مناكير إنه بدنا إياها، وكنا متفقين بدنا إياها بهذا المحل، بس تيما كمان كانت كتير متعلقة فيها، وأظن كانت عم بتساعدها نفسيا بهاي المرحلة الصعبة كمان بالكتابة. يا عزيزة تغنبريلو، يا حبيبتي تزوقيلو، افهم يا سيدي مش قادرة وطبعا تقناني مشوار. فهلأ بحلقة ثلاثة عنا أغنية ياسمين حمدان عزة. هلأ ياسمين حمدان كانت كتير يعني، أنا شخصياً I'm a big fan ومن زمان بسمع موسيقتها، وكان كتير مهم نستعمل لإلي يعني personally إنه نستعمل موسيقيتها، عشان هي من أول الناس اللي بلشوا يغنوا بهاي الطريقة إنه alternative music بالعربي. شيرين كتير بتحب ياسمين حمدان، ومن أول وأنا بحب أغنيها، بس ما كنت حاسة في مكان إنه الأغنية عم تزبط على مشهد معين أو إشي. فشيرين قالت لي ما بعرف كيف تيمة، بس هذا المسلسل بده يكون فيه ياسمين حمدان. كانت أولموست عم بتهددني، وانتو ما بتعرفوا شيرين she's so cute، فلما تهدد بهدد ما بتقدر تحكي لا يعني. لما رحنا على التصوير فتت لقيت انه عم كل حد انه عم نجهز للتصوير وهيك حاطين ميوزك، كانت الأغنية عم تلعب بوقت التصوير، فبطلعت يوم بقولها ياسمين حمدان تيمة تيمة حاطين أغنية ياسمين حمدان، تيمة حاطين عزة أغنية ياسمين، يعني رح يستخدمها رح يستخدمها أوكي. هاي الأغنية أنا شخصياً متعلقة فيها، يعني حسيتها فيها الكلمات تاعتها كتير بتعبر عن وين مريم بهاي اللحظة، وإنه خلص يعني حاولت إنه تلاقي إنه شوية justice بالموضوع، يعني زي كأنه she bit off more than she can chew. فهي وصلت لمرحلة إنها استسلمت، فقدت الأمل، حكت أنا عمين عم بضحك، ما حدا بيقدر يوقف قدام هدول البنات. بتذكر كنا رايحين معاينة مواقع، وضلتني أسمعها بالطريق على اللوب، لوبينج 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 عبين ما خلص. أنا دايماً هيك لما بدي أتخيل المشهد والأغنية بضلني ألعبها بهذا عبين ما يعني دخلت كتير في، حسيت إنه هاي هي الأغنية الصح. و The rest is history. أغنية فتيات الروابي، أنا بالنسبة إلي هاي الأغنية كانت لازم تعبر عن إيش هي صورة المدرسة اللي إحنا عم نكونها، وأنا بالنسبة إلي هاي الأغنية بتعبر كتير برضو عن مس فاتن، إيش بدها صورة المدرسة تكون؟ طبعاً إشي مهم كتير للشو كيف رح الختام تاعه. عم بحكي مع تيما عن الموضوع لسه قبل التصوير هذا كان، وقلت لها إنه إيش رأيك بآخر حلقة ستة إيش نعمل؟ فقالت لي في إشي في بالي. الأغنية اللي بلشنا فيها المسلسل اللي هي مدرسة الروابي، فيرجن تانية منها يكون بالنهاية. قلت لها أوكي that's actually very interesting. أنا خلص مصرة بدي أستخدم الروابي، وشيرين مصرة إني أجرب أشياء تانية. كنت حابة أشوف تغيير وجهة النظر، نفس الكلمات نفس الأغنية بس كيف غيرنا المود تبعها. فقلت لتيما إنه خلينا نجربها مع بيانو instead، وبمود وإحساس مختلف تماماً. قررنا نحكي مع ليال وطفة اللي هي ميوزك كومبوزر، حكيت معها وشرحت لها المود اللي بدنا إياه لهاي الأغنية، إنه كيف مختلف تماماً. في جروب على الواتساب، وكمان عندي فويس نوتس تيما بتغني كمان لليال أشياء، يعني
كنت بشرح لها إشي وكلكم صرتوا تضحكوا. كانت تغني إيش كل الانسترومنت اللي عم بتصير. ف ها 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 فقالت لي فهمت عليك تيما على الواتساب جروب تبعت الميوزك، بعثت لنا الفيرست فيرجن. سمعتها وحسيت يعني انه راح ابكي، كل المعنى يعني الكلمات تغيرت بهاي الاغنيه بهاي الطريقه. فانه نحن فتيات الروابي، هدول هم فتيات الروابي بنهايه الحلقه. كيف ايش مريم عملت، كيف صار في انتقام شيء صغير، كيف كبر وهلا صار في له ابعاد وعواقب وخيمه. مدرسة الروابي هيك عملتنا، فهدول هم بنات الروابي الحقيقيين اللي with no filter زي ما نحكي. يمكن بكل المسلسل بستايل الأغاني اللي استخدمناهم المسلسل ما استخدمنا آلة التشيلو. إحنا نهينا المسلسل، حسيت بهاي اللحظة بنهاية المسلسل نحتاج إشي زي هيك، وكتير كان إضافة حلوة من ليال برضو إعادة توزيع الأغنية كيف أضافت هذا الإشي. أنا لما أسمع هذا البارت بآخر الحلقة بآخر إشي قلبي يعني هلأ وأنا عم بفكر فيها هيك روابي. هيك متضايقة، خلص كنا عارفين إنه رح تزبط. خلص خلصنا هيك، مضى الأغاني. We did it شيرين، عن جد we did it. See you. Bye تيما. Bye I love you. Bye.